تقوية الأسطول التجارية، تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية، استعادة قوة الأسطول التجاري المصرية كان خطوة ضرورية وركيزة أساسية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قامت على أكثر من محور: تطوير الموانئ البحرية لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع بزيادة 116% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185 مليون طن، زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة، زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلومتراً بنسبة زيادة تصل إلى 131% وأعماق تصل إلى 18 متراً لاستقبال السفن العملاقة. إنشاء مناطق لوجستية في ظهير الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط. دعم الأسطول التجاري البحري المصري، إذ بلغ عدد إجمالي سفن الأسطول عن عام 2022 حوالي 118 سفينة بإجمالي حمولة 957 طن.